كيفاش نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل شراء من علي إكسبريس؟ نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، وبعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على علي إكسبريس، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف إعادة شغل الوفاي خاص بكم، بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن علي إكسبريس فضلا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم علي إكسبريس. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على